السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية. جات لكم فيديو جديد بحيل الأفكار مفيدة بزاف لعيد الأضحى، الله يدخلوا عليكم بالصحة والهنا وراحة البال. كنتمنى بالفعل أن تنال الإعجاب ديالكم وأنكم تستافدوا منها، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة والاتجاهات الرائعة ديالكم. ما تنسونيش بلي لايك والبارتاج واللي كيهمو الأمر، ويكتشف الحيل وهاد الأفكار معلي إلي الفيديو حتى الأخير، وفرجة ممتعة. غنبداو هاد الحيل وهاد الافكار، غنبداو باول فكره واول حيله وهي هاد الشبيكه هادي. كما كتشوفوا معايا بالنسبه للاخوات اللي باقيين ما خداوهاش، راها غتفيدكم بزاف بالاخص في هاد الاضحى باذن الله. كما كتعرفوا يعني كنبغيو نغسلوا بزاف ديال الاشياء، مثلا كنبغيو نغسلوا الربيع، النعناع، الخص، يعني اي حاجه، اي حاجه، الكسكسو، اي حاجه راه كتبقى ثابته. كما كتلاحظوا معايا حطيتوها على الواجهه علاش انكم غتصفيو وكتبقى ثابته، حطيتوها على المكان اللي غديروا فيه الماء، راه كتديروا الروبيني وكتبقاو توصلوا على راحتكم. بغيتو تغسلو حتى الكسكس كيما قلت لكم، يعني اي حاجه بغيتو تصفيوها راه غادي تصفيها لكم هاد الشبيكه هادي، وفي نفس الوقت كتغسلو فيها، يعني رائعه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وغادي ندوزو للحيله الثانيه. غندوزو لتاني حيله متعلقه كذلك بهاد الشبيكه هادي. الناس اللي كيبغيو ما كيبغيوش هاد العواد هادو ديال النعناع، اللي كاين اللي كيأثروا عليهم هكا على المعده ولا اي حاجه، كيبغيو مثلا غير الوريقات. اما اللي كيبغيو النعناع كامل يخليوه، ماشي مشكل. انا كذلك من المحبين، انا كنخلي النعناع كامل هكا. بالنسبه لهاد الفكره هادي، اشنو كديروا؟ كتجيبوا اي شبكه، بالاخص الا كانت عندكم هادي غتفيدكم بزاف. كنجيبوا اي شبكه من هاد النوع هذا، وكنجيبوا العيدان ديال النعناع ديالنا، وكندخلهم بهذه الطريقه هذه كما كتشاهدوا معايا في التقيبات هادو. طريقه رائعه، ممكن تعمروها كامله. انا باقا تبين لكم هاد التجربه، وكتخلصوا من العيدان بكل سهوله، يعني بلا ما تحتاجوا انكم تبقاو تنقيو، يعني تبقاو تنقيو عرش بعرش، يعني بسرعه كيبقى لكم هكا غير الوريقات ديال النعناع، وتيبقاو لكم غير الوريقات ديال النعناع بهذا الشكل هذا. يعني كتجيكم سهله انكم كتغسلوهم بسرعه، وممكن انكم يعني تحتفظوا بهم كذلك، انكم تجيبوا بابي ديال المطبخ وديروا واحد العلبه بهذا الشكل هذا، تاخذوا هاد الوريقات هادو وديروهم في بابي ديال المطبخ الا نتوما باغيين تحتفظوا بهم بهذا الشكل هذا، وكدير واحد الكميه اللي هي معقوله، وكتحاولوا انكم تلفوا عليها هاد الورق هذا وكتوضعوها في واحد العلبه وكتبقى عندكم في الثلاجه، يعني كيبقى المده اطول، ولكن فاش يكون جديد. بالنسبه لهاد الطريقه هذه خص يكون نعناع يلاه جبتوه. انا هاد النعناع عندي اكثر من اسبوع، يعني النعناع عندي قديم. كديروا ليه الطريقه هذه وكيصبر معكم لمده اطول في وسط واحد العلبه في الثلاجه فين ما بغيتوا، يعني كتجبدوا واحد الكميه بهذا الشكل هذا وكديروها بالصحه والراحه. كنتمنى بالفعل هاد الفكره هذه انها تنال الاعجاب ديالكم، وغندوزو للفكره المواليه. غندوزو الفكره المواليه، وهي بالنسبه للاخوات اللي ما كيستحملوش هكا الدخان بزاف، اللي كيكونوا هكا عندهم الضيق، اولا بالاخص فاش كنبغيو نشوبو الفاف، يعني فاش كنبغيو نشوبو الفاف هو كيدير الدخان كثير كثير. اللي بغى يتفادى هذه الطريقه هذه، رانا ديجا تقسمت معكم يعني كيفاش انكم تشويو بدون فحم وبدون كهرباء، يعني غير بديل الشوايه، يعني غنخليكم الرابط في صندوق الوصف. فكره هائله فقط في المقلاة. بالنسبه للاخوات اللي ما شافوهاش، يعني ما عليكم الا تاخذوا بابي كويسون، غير تشريو بابي كويسون تكون عندكم يعني مقلات هكا اللي تكون واسعه باش انهم يدخلوا فيها هاد القطبان هادو ديال العيدان، وكتجيبوا اي مقلات عندكم وكتجيبوا هاد العواد ديالكم فاش كديروا بولفاف، وكتحاولوا انكم يعني تدخلوهم، كتحاولوا انكم تدخلوهم في المفاد الورق ديال بابي كويسون بهذا الشكل هذا، يعني تقبوه باش يبقاو ثابتين لكم، وكتزمتوا عليهم، يعني كتحاولوا انكم ديروا مقلات كبيره وكتحطوا القطبان ديالكم سواء ديال اللحم اولا ديال البولفاف، يعني نتوما اللي بغيتو، ولا ديال الكبده اللي بغيتو بوحدها، وكتاخذوا مقلات تكون كبيره. الا بغيتو الطريقه غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. المهم الفكره كنتمنى انها توصل لكم، يعني فاش كتستفوا العيدان ديالكم بهذا الشكل هذا ديال بولفاف، كتحاولوا انكم تحاولوا انكم تنيو، يعني تتنيو هذا الورق هذا باش تزمتوا على الدخان. يعني الاساس ديالنا حنا ان الدخان ما خصوش يخرج، ورهم كيطيبوا البنات، يعني عن تجربه راه درت قدامكم يعني الفيديو بالتطبيق، وكذلك راهم كيجيو محمرين وكيجيو رائعين، وانا طيبت عده اشياء يعني في الفيديو ديال بديل الشوايه، يعني درت قدامكم عده تجارب. كنتمنى تشوفوا الفيديو لانه مفيد بزاف. وكتحطوا هاد القطبات ديالكم في المقلاه ديالكم فاش كيتحمروا، كتحاولوا انكم يعني بغيتوا تقلبوهم، بغيتوا تقلبوا غير الورق، راهم كيتحمروا يعني وكيجيو لذاذ بزاف، وكيهنيوكم من الدخان نهائيا. كنتمنى هاد الفكره انها تفيدكم، وغندوزو للفكره المواليه.
غندوزو للفكره المواليه، وهي اسهل وافضل طريقه باش نتخلصوا من الدهون اللي كتكون لينا في المقالي مباشره فاش نطيبوا اي حاجه اللي فيها الشحم. يعني شنو غنديروا؟ غير غندفيو المقله غير واحد الشويه، يعني ما نخليوهاش ثاني حتى تجمد، او لا ثاني نسخنوا حتى الدوب. يعني سخنتوها حتى الدوب وخويتوها عندكم في المطبخ غادي تسد لكم من طبيعه الحال لو هذاك اللابابو ديالكم. يعني اشنو غادي ديروا؟ غتسد لكم حوض الغسيل ديالكم، يعني غادي يختنق لكم مباشره فاش تدعوها انها غير تكون دافيه كما كنت درت معكم في دوك ديال الفرن. يعني خصها تكون مقله غير دافيه، ماشي تكون دايبه ديك الشحمه وماشي تكون تاني جامده. فاش كديروا الملح ديالكم شنو كديروا؟ كتجيبوا الورق هكا ديال بابي ديال المطبخ وكتحاولوا انكم تزولوا هذيك الدهون يعني بهذا الشكل هذا، وكتوضعوها مباشره في الكيس ديال القمامة اعزكم الله. يعني كتمسحوها مزيان مع الملح، يعني الملح كتعاونكم انها تتخلصكم من جميع ديك الدهون وكيتغير اللون ديالها. وكنمسحوا المقلاة ديالنا المرة الثانية مزيان بابي ديال المطبخ، يعني ما كنخافوش نهائيا من الدهون، اننا كنتخلصوا منها بطريقة ذكية وكنغسلوا الاواني ديالنا. وكنتمنى هذه الفكرة انها تنال الاعجاب ديالكم، وندوزوا للفكرة الموالية. وغندوزو الفكره المواليه، وهي كما كتعرفوا يعني في عيد الاضحى يعني الناس كيتعرضوا هكا للتخمه، كيتعرضوا لبزاف ديال الاشياء سوء يعني سوء الهضم. ما عليكم الا تاخذوا القاروره ديال الماء ديالكم ديال الشرب هكا، وتجيبوا لي طرونش ديال الحامض، يعني تكونوا غاسلين الحامض مزيان، غاسلينه مزيان، وترميو هاد لي طرونش ديالكم في الماء ديالكم الصالح للشرب، وكتخليوه يعني غير واحد شويه وكتبقاو تشربوا منه. وكديروا القدر اللي بغيتو ديال هاد لي طرونش ديال الحامض، وكيعطيكم واحد المذاق جد رائع، وكذلك بالنسبه اللي كياكل وكيحس براسو انه منتفخ وكيحس براسو انه مزموت، ما عليه الا يشرب كاس من هاد المنقوع هذا او هاد الماء ديال الحامض، يعني كيجي رائع. كنتمنى هاد الفكره هذه انها تفيدكم، وغندوزو للفكره المواليه. الفكره او الحيله المواليه، وهي كيفاش نتخلصوا من رائحه اليدين في عيد الاضحى هكا اللي كنقطعوا اللحوم والبصل واي حاجه. ما عليكم الا تستعنوا بشويه ديال القهوه. انا كنت ديجا تقاسمت معكم بقايا ديال القهوه، يعني الا طيبتوا القهوه احتفظوا بديك البقايا عند استعمالات متعدده. نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. ولكن حتى هذه اي قهوه عاديه حطوا وحدكم شي قرعه او شي زلافه، او الا كانت عندكم شي قرعه هكا عندها ثقوب، يعني في مساليتو في مساليتو الشقه ديالكم كديروا واحد شويه تدير واحد شويه على اليدين ديالكم وكتفركوهم يعني بهذا الشكل هذا، وكتغسلوهم كتخلصوا من جميع ديك الروائح اللي كتكون عندكم. كنتمنى هذه الفكره تفيدكم، وغندوزو للفكره المواليه. بالنسبه للفكره المواليه كذلك، يعني اي سكين بغيتوا تحافظوا عليه، يعني ما يضربكم ما يضرب وليداتكم، يعني باش تتفاداو الخطر. وكذلك اي سكين ما ضيتوه كيبقى ماضي، وبغيتوا تحافظوا عليه تحميوا راسكم وتحميوا الابناء ديالكم. انكم كتقطعوا القياس ديالو ديال الورق ديال الالومنيوم بحال هذا الشكل هذا، وكتحاولوا انكم تلفوا عليه بهالطريقه هذه، منها انكم كتحافظوا عليه، ومنها انكم في موضعته يعني كتفاداو الخطر. هذه الحيله قديمه كنت حاطها معكم في القناه، ولكن ما كاينين الاخوات اللي ما شافوهاش، يعني فكره مفيده بزاف. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، يعني فين ما حطيتوه ما كتخافوش انه يضربكم او يضرب الابناء ديالكم، وكذلك كتحافظوا عليه تبقى ماضي وكتحافظوا عليه من الغبار. كنتمنى هذه الفكره هذه انها تفيدكم، وندوزو للفكره المواليه. وغندوزو الفكره المواليه، جميع الاواني الزجاجيه. الفكره راه تقاسمت معكم بالتطبيق، خليكم الرابط في صندوق الوصف. الاواني الزجاجيه بالاخص ديال الضيوف او هذيك اللي كنكونوا حاطين في البلاكار وكيقيسوها لينا دهون كما كتعرفوا، يعني فاش كنكونوا نطيبوا هكا ضروري داك البخار وداك الشيء كيطلع، كنلقاو عليهم بعض البقع هكا ديال الدهون وداك الشيء كيكون شويه تيكون صعيب باش انه تحيد. اشنو كديروا؟ الطريقه سهله، كتجيبوا واحد البانيو كبير وكديروا فيه الماء يكون طايب، وكديروا فيه الملح، يعني الملح تكون بزايد على حسب الاواني اللي عندكم، وكتضيفوا فقط قطرات ديال الخل، وكديروا واحد المعلقه صغيره من السائل ديال الاواني صافي، وكتخليهم في ديك الانيه حتى تيبرد هذاك الماء، حتى يقرب يبرد. تخيلوا يعني كيوليو رائعين وكيجيكم سهلين في التنظيف، واخا كاع ما يكونوش عليهم دوك الوقع ديال الدهون. الا درتو لهم غير الملح والخل يعني كترجعوا لهم واحد اللمعة براقة، وتيوليو الاواني ديالكم بحال اللي يلاه خديتوهم، يعني كيوليو رائعين ولامعين مزيان، وتيتخلصوا حتى اللي كانوا فيهم الدهون كما قلت لكم، كتخلصوا من جميع ديك الدهون اللي كتكون عالقة على الاواني اللي ما كنستخدموش يوميا. بالفعل هاد الملحة راه فعالة، كنتمنى انكم تستافدوا منها. وندوزو للفكرة الموالية. ندوزو لاخر فكره، وهي لحتاجينا واحد شويه من المعدنوس، بغينا نضيفوه لسلطه اولا اي حاجه بلا ما نحتاجو اننا نديرو الكراده اولا نستعملو شي اله يدوي نوسخوها، اولا محتاجين غير واحد الكميه اللي هي قليله. كنجيبو المقاس ديالنا يكون ماضي ويكون ديال المطبخ،
وكان بداو يعني كان ناخدو هكا المعدنوس ديالنا بهاد الشكل هذا بهاد الطريقه هذه يعني، وكان بقاو نقطعو غير بهاد الشكل هذا، حاولوا غير بشويه يعني، خاص المقص يكون ماضي وكتقطعوا على لي صالات ديالكم بهاد الشكل هذا يعني بسرعه بلا ما تضربوا يديكم. حتى بالنسبه للاخوات اللي كيخافوا انهم كيجرحوا يديهم بالسكين، يعني طريقه رائعه بسرعه كتحصلوا على الربيع ديالكم. الا بغيتوا تقطعوه رقيق يعني ديروا واحد الكميه اللي هي تكون صغيره في يديكم، راكم كتحصلوا على القصبور ديالكم والمعدنوس ديالكم بلا ما تستعملوا لا قراده لا موس لا حتى شي حاجه. كنتمنى بالفعل هذه الفكره هذه انها تنال الاعجاب ديالكم وتسهل عليكم الكثير. وبالنسبه لهذا المقاس هذا ممكن تقطعوا به اي حاجه انتم بغيتوها هكا ديال الربيع، بغيتوا تقطعوا شي شويه نعناع ولا شويه ديال الحبق على اللي او لاي حاجه يعني كتستعملوا فقط غير بالمقص، يعني راه كيسهل عليكم الكثير ديال الاشياء. كنتمنى بالفعل هذه الفكره هذه انها تنال الاعجاب ديالكم. وهنا كيكون الفيديو ديالنا سهله، وكنتمنى هذه الافكار البسيطه اللي تقاسمت معكم اليوم انها تنال الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا ولو بالقليل ولو فكره واحده انها تفيدكم. كنشكركم بزاف بزاف على المشاهده، وما تنساونيش بلي لايك وبارطاجي الفيديو مع الاهل والحبايب ديالكم باش فائده عام. والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.